أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجريد. نبدأ بالعناوين. جاء في الهيئة نت: الجواز العراقي يتذيل قائمة أقوى الجوازات عالميا وعربيا. المدى نقرأ فيها: العراق يحرق 30 مليار دولار سنويا. ونتصفح في إيكونوميست: الاتحاد الأوروبي يمول الرعب ضد المهاجرين وينسى مشكلتهم في ليبيا. عربي 21 جاء فيها: دراسة وميكرون قد يبشر بنهاية الجائحة. جاء في القدس العربي: جرح 12 فلسطينيا في صدامات مع جيش الاحتلال في منطقة بيرزيت. لوموند نقرأ فيها: تصعيد جديد للقمع في الجزائر يثير قلق المعارضين والمحامين. ونتصفح في العربي الجديد: مستوطنون يقتحمون الأقصى وإخطار بهدم مسجد في القدس. أهلا بكم. نبدأ مع الكاتب نظير الكندوري في مقال له جاء فيه: أحزاب الإطار التنسيقي تعتقد أن تشكيل حكومة توافقية بين جميع الأطراف الشيعية هو المخرج المثالي لبقاء سيطرة الأحزاب الشيعية على العراق واستمرار النفوذ الإيراني في البلاد، بل إن هذه الأحزاب تعتقد أن أي حكومة أغلبية سياسية سيتم تشكيلها سوف تكون خطراً مستقبلياً على مصيرها وسيطرتها في الدورات الانتخابية المستقبلية. وفق المعطيات الحالية فإننا نرى أن الصدر سوف لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وسوف يستسلم أخيراً للضغوط التي تمارس عليه داخلياً وخارجياً لتشكيل حكومة توافقية، لكنه بسبب وعوده التي أبرمها لأتباعه فسوف يجد لنفسه مخرجاً منها كي لا يظهر بمظهر الذي أخلف بوعوده، وذلك من خلال تشكيل حكومة أغلبية صدرية لكنها بنكهة توافقية، حيث بدأ هذه الأيام بالترويج لحكومة أغلبية موسعة، أي بمعنى أنها ستضم تمثيلاً ومشاركة لأحزاب الإطار التنسيقي وإعطائهم من المناصب الحكومية بما يتناسب مع عدد مقاعد تلك الأحزاب. وهذا إن حصل فإنه يعني أن شيئاً لن يختلف في هذه الحكومة عن نهج الحكومات السابقة التي تشكلت على أساس المحاصصة الحزبية والمكوناتية والتي كان الصدر يدعي رغبته بكسر طوقها. ويبقى السؤال موجها لأتباع الصدر ومريديه، وهو: ماذا سيكون رد فعلهم إذا ما استسلم الصدر لضغوطات الداخل والخارج وأقدم على تشكيل حكومة توافقية؟ هل سيبقى تأييدهم له كما هو؟ ما هو رأي الثوار التشرينيون؟ هكذا يقول الكاتب: إذا تكرر سيناريو حكومات المحاصصة المكوناتية والحزبية، هل سينطلقون مرة أخرى في تظاهرات واعتصامات ضد النظام العراقي يا ترى؟ أقرأ في المدى حيث جاء مقال ساخر للكاتب حسين علي حسين بالأحرى. هذا المقال الساخر يقول: هناك ظواهر عجيبة غريبة، أبرزها ظاهرة السياسي الرشاش، وأعني به السياسي الذي لا يتوقف عن الزعيق، ما أن تضع أمامه الميكروفون حتى تجده يقول كل ما يخطر على بال المشاهد وما لا يخطر كذلك. والغريب في الأمر أن هذا السياسي له منصب وامتيازات وله قضية تشغله دائما، وأعني بها مسألة المقاولة. لست ضريعا في شؤون الاقتصاد مثل الخبير في شؤون بيع المناصب أحمد الجبوري، لكني أعرف وأرى في بلاد الرافدين شبابا ينتحرون لأنهم حرموا من فرص عمل ووظائف يستحقونها، وأعرف كما يعرف غيري أن الفقر يحاصر الملايين، وأرى كما يرى الجميع أن المكان والمكانة في هذه البلاد التي نافست سنغافورة وطوكيو وتفوقت على ألمانيا والصين في مشاريعها العملاقة
لا يحدثان وفقا لمعايير الكفاءة والتفوق بعد أن أطلقنا خيول الانتهازية والتزوير والنهب المنظم. إذن لا مفاجأة في أن تكون عاليا صيف نجمة برامج التوك شو تخرج لنا بين كل قناة وقناة، مرة تنصحنا وأخرى تطالبنا، وبالثالثة تهدد هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره والذي نسي أفضال السيدة عاليا صيف عليه. فعاليا صيف ابنة دولة المقاولات والصفقات التجارية والانتهازية السياسية، هي جزء من ماكينة إعلامية تتبع أحزاب السلطة التي يدعي رجالها الفقر ومخافة الخالق والقرب من أبناء الشعب، وفي الوقت نفسه يبنون ثرواتهم في بلدان أخرى. هي إذن قصة العراق، حيث اختفى الخجل من سرقة المال العام وأصبحت الدولة تدار بمنطق الاستعراض الكوميدي، في الوقت الذي تريد فيه الإمبريالية العالمية أن تحرم العراق من سياسية بحجم كيسنجر اسمها عاليا صيف. الكاتب على حسين يقول: الآن كل الطرق تؤدي إلى عبور وهمي، هل هذا قدر الشعب؟ يا ترى الذي اعتقد أن التغيير سيجعله يعيش عصرا جديدا من الأمان والرخاء والتطور، ولم يكن يتوقع إطلاقا أن هذه البلاد لن يستقيم أمرها في ظل الأحزاب والمحاصصة. أما في صحيفة الميثاق الوطني، كتبت نور العبيدي عن انحدار العدالة القانونية في العراق. بعد كل أحداث العنف والتدمير وتردي الأوضاع الأمنية وانتشار الجهل والبطالة بعد تأريخ سقوط العراق المشؤوم الذي لم يبقى شيء فيه أصلا، لم يتغير حتى اللحظة، وحتى القانون العراقي وبالأخص القانون المدني الملزم بحماية المواطن من كل أنواع الانتهاكات والتي أثرت سلبا على المجتمع العراقي الذي بات فيه كل أشكال الجريمة متاح والمجرم غير محاسب عليها، وبالأخص جرائم الاغتصاب التي طالت البالغين وحتى الأطفال ذكورا كانوا وإناثا، وحالات العنف الأسري الحاصلة. في العراق اليوم تتزايد عمليات الانتحار والهروب إلى الشارع الفاقد للقانون، ويحكمه قانون الغاب الذي يشير إلى أن البقاء للأقوى أو بالأحرى الافتراس الذي فتك بالكثير من الفتيات والأطفال. ولا ننسى أيضا زواج القاصرات أصبح شائعا في المجتمع والذي بات مفككا بسبب غياب القانون. وأقرب مثال لغياب القانون وانتشار ظاهرة الحرق وحالة الفتاة مريم ذات 16 عاما وهي طالبة فنون جميلة، هي إحدى الحالات المتكررة في المجتمع العراقي، وقد أشعلت غضب العراقيين في تاريخ 10 من شهر حزيران عام 2021، لأن أحد المتنمرين حرق وجهها بمادة الأسد الحارقة لرفضها الزواج منه. وبدل أن نرى القضاء يوجه أقصى أنواع العقوبة كعقوبة الإعدام أو حكم المؤبد على الجاني، إلا أن القاضي ظهر متعاطفا مع المجرم ضد الضحية على الرغم من ثبوت جريمته الشنيعة. وهذه إشارة واضحة إلى أن القضاء لا ينصف الضحية أو يعاقب المجرم، وإنما يساند الجاني ويحميه ويجرم الضحية، ويخالف القانون الذي نص في المادة رقم 393 من قانون العقوبات على أن جريمة الاغتصاب أو الاعتداء بالحرق يكون الحكم فيها مؤبدا أو المؤقت، وبذلك تعد جريمة الاغتصاب جناية. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت ظاهرة الاغتصاب منتشرة بصورة كبيرة في العراق، وذلك لأن القانون يدعم المجرم ولا ينفذ أحكاما ضده لجعله عبرة لمن لا يعتبر، لأن من أمن العقاب ساء الأدب. قالت مجلة إيكونومست إن الاتحاد الأوروبي يمول قوة تقوم بانتهاك روتيني للمهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى خفر السواحل الليبيين الذين لم يعرف عنهم التمييز بالمهنية العالية.
وأضافت أن الرحلة التي قطعتها سفينة جيو بارنتس كانت طويلة متوترة، تميزت أحيانا بلحظات من الجهود المحمومة. من خلال العمل مع الليبيين، فقد حرف الاتحاد الأوروبي وبشكل فعلي المسؤولية عن حدوده الجنوبية التي تمتد على مئات الكيلومترات إلى مكان لا توجد فيه هذه المزايا. وتعلق المجلة: لو كان الهدف منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية فإنه نجح. ويقوم الليبيون كل عام باعتراض عشرات الآلاف من المهاجرين، وتقدر منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالبحر انخفض إلى 44% من عام 2017 إلى عام 2021. وبالنسبة للمهاجرين فإن السياسة الأوروبية كانت كارثة عليهم، وكمقياس عن هذا الخطر النابع من تقدير عدد الوفيات في محاولات العبور التي كانت نسبتها في عام 2015 واحداً من كل 50، ولكنها زادت إلى نسبة واحد من كل 20 في عام 2019. هناك مقياس آخر يعتمد على عدد الذين يصلون إلى أوروبا بدلاً من تقدير حالات الوفاة عبر المحاولات، وزاد بنسبة 4 أضعاف. ومن لا يستطيع الوصول إلى أوروبا وهم بعشرات الآلاف يتم احتجازهم في معسكرات بائسة مزدحمة في ليبيا، وهناك يتعرضون للتعذيب وعمالة السخرة والابتزاز من حراس السجن. واعترف الاتحاد الأوروبي بأنه لا يسيطر إطلاقا على شركائه، ومع ذلك يواصل ضخ المال إلى البرنامج. إلى ميدل إيست مونيتور، جاء فيها الطائرات بدون طيار التركية تدخل سوق القارة الإفريقية. قال موقع ميدل إيست مونيتور إن تصدير الأسلحة التركية يرتبط بشكل مباشر ووثيق بالنهوض الاقتصادي في البلاد، فضلا عن المناورات السياسية المرتبطة بها، حيث أدت هذه المبيعات إلى صياغة مصطلح جديد: دبلوماسية الطائرات بدون طيار. عند تقييم التدخل العسكري التركي على مدى السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في سوريا وليبيا ونزاع ناغورنو كاراباخ، يجب تسليط الضوء على شيء واحد، وهو القدرات الكبيرة لطائراتها العسكرية من دون طيار. وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن القارة الأفريقية تبدي اهتماما بالأسلحة التركية، على الرغم من أن روسيا لديها قدرة مبيعات أسلحة ضخمة في المنطقة، حيث كانت روسيا لاعباً مهيمناً في سوق الأسلحة الأفريقية بنسبة 49% من مستوى واردات القارة بين عامي 2015 و2019. وأشار ميدل إيست مونيتور إلى أن الموضوع الرئيس لقمة الشراكة التركية الأفريقية خلال الشهر الماضي والتي استمر 3 أيام هو التعاون الدفاعي بين تركيا ونظرائها الأفارقة، حيث التقى قادة وكبار الوزراء من 39 دولة بما في ذلك 13 رئيسا في إسطنبول مع الرئيس رجب طيب أردوغان لوضع أجندة للتعاون العسكري. طبعا السبب الرئيس وراء بحث القادة الأفارقة عن فرص لشراء معدات عسكرية من تركيا هو أسعارها الأرخص بشروط مسبقة أقل، مشيرا إلى وجود طلب على معدات الجيش التركي المسلحة منخفضة التكلفة مثل الطائرات بدون طيار. وبينت ميدل إيست مونيتور أن أنغولا هي أحدث دولة أعربت عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار خلال زيارة أردوغان الأولى للدولة الواقعة في جنوب أفريقيا في أكتوبر الماضي. أما في الغارديان نطالع فيها ما خيارات روسيا العسكرية في أوكرانيا. نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحليلا للوضع السياسي في أوكرانيا كتبه محرر شؤون الأمن والدفاع دان صباغ تحت عنوان: ما هي الخيارات العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ توقع صباغ أنه في حال شنت روسيا غزوا عسكريا ضد العاصمة الأوكرانية كييف،
فسيكون بوتين قد بدأ حربا كبرى على مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب على العراق في عام 2003، وهو الأمر الذي يدفع الخبراء العسكريين في العالم الغربي لتقدير مدى إمكانية روسيا لتحقيق نصر دائم في أوكرانيا. وأوضح الكاتب أن الأنباء تشير إلى تمركز ما يقرب من 100,000 جندي روسي ضمن الحدود العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، لكن التقديرات الغربية تؤكد أنه في حال كانت موسكو تنوي شن هجوم كامل بحيث تسيطر على الأراضي الأوكرانية بالكامل، فإنها في الأقل بحاجة لمضاعفة هذا العدد من الجنود. ونقل الكاتب عن فريد كاغان الباحث في معهد أمريكان أنتربرايز قوله إن غزواً بهذا الحجم لم يشهده العالم منذ عام 2003 سيحتاج في الأقل ما بين 150,000 إلى 200,000 جندي. هذا وتوقع كاغان أن هذا الحشد يمكن أن تنتهي روسيا من جمعه بنهاية الشهر الجاري، مضيفاً أن الأمر المثير للجدل للتحدي بالنسبة لبوتين هو قدرة قواته على مواجهة أي عمليات مسلحة داخل الأراضي الأوكرانية بعد احتلال العاصمة. أضاف في ورقة بحثية كتبها للمشاركة مع خبراء آخرين بحسب الجارديان طبعاً أن روسيا ستحتاج إلى جندي لكل 20 مواطن أوكراني، بحيث تكون القوات الروسية قادرة تماماً على الاحتفاظ بالمدن الكبرى في أوكرانيا، وهو ما يعني أن ما يزيد على 325,000 جندي روسي يجب أن ينتشروا في أوكرانيا. وفي خبرنا اليوم، تحمل دراسة من جنوب إفريقيا بؤرة انطلاق متحور أوميكرون إلى العالم بادرة مشوقة إلى أن المرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 في سبيلها للنهاية. وأظهرت دراسة أجريت على مرضى مصابين بكوفيد-19 في مستشفى كبير سجل فيه أول ظهور لمتحور أوميكرون أن موجة العدوى تحركت بسرعة غير مسبوقة وتسببت في أعراض أخف من السلالات السابقة. وذكر الباحثون أنه إذا استمر هذا النمط وتكرر على مستوى العالم سنشهد على الأرجح انفصالا تماما بين معدلات الإصابة والوفيات، وهذا يوحي بأن أوميكرون قد يكون بشيراً بنهاية المرحلة الوبائية لجائحة كوفيد-19، مما يدشن دخوله مرحلة الأمراض المتوطنة. أترككم مع متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.